بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام علينا ورحمته وبركاته رضوان. أعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يقول فتنة أكبر من القتل وشد من القتل، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. الفتنة هي سلاح الشيطان يدفع به في وعي الإنسان يكون ظالما لنفسه ولغيره، فيفتنك الإنسان بس تقول كفر أو تقول مشرك أو تقول تابع له أو تقول من تقول كم كلام هو ما ترضي كان هو، هذه هي فتن. الفتنة الجنسية هي جزء من الفتن. ما زمن الفتنة احنا لم نفتن في النساء فقط، احنا فتنا في عمق الدين. اين الدين؟ هنا في عقولنا وفي صدورنا وفي ما نأتي من قول وفعل. اين ديننا؟ سرع ضاع منا والعياذ بالله. احنا توقع ان نتحدث من منطلق ما بقي لنا من شيء زايد من الدين. حد الان احنا لم نبلغ من كيف تقول انت درجة لا بأس بها من نهج باش نعرف الدين. لحد الان احنا ما زلنا كيف تقول انت الوليد تو هبطت الام، ما يعرفش شيء من حتى وجوده ما يعرفوش، الذكر بتاعه ما يعرفه الا بعد، مش حتى محيطه يعرف. بعيده المعرفة بديننا لحد الان رأي هزيلة، ولينا مش نرجع نبنيه من جديد ونقول يا ربنا دلنا على الطريق اللي وصلنا في اقرب الاجال وباركنا بذلك السعي. حتى بعد من الوقت اللي يجيوا في عالم النساء بعد حتى حد منهم يفتن، بل فاشلات وضائعات من مائلات وميلات. هذوكم النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهن وهن من أهل جهنم. المرأة التي من تعتبر نفسها مسلمة وهي هي في قمة افتنان الرجال، فمن منهن من يفتن بعضهن بعض، هذه مساحقة فبدت الاستحاق دائما موجود بين الإناث، ويختم بالفتنة بكل ألوانها، فتنة مفضوعة وفتنة خفية، شيء كبير عالم الجنس، عالم ناخذ له عدة حلقات ونتحدث فيه باش كل واحد منا يعرف روحه باش قد يعرف. وإذا كان توصلك من الفتنات والفاتنات بين ظفرين هما ما يفتوا كان روح وما يغرقوا كان روح، وأغلب النساء في جهنم. مش بتعرفوا اللي يكون يعملوا اليوم مش يلقوا غدوة. قلنا الآية اللي فاتت تنظر نفسه اللي غدا، مفهوم ولا هم ما يراوش غد؟ أغلب النساء خلف اللي ربي تابع على أعينهم استقمنا، أما أغلبهم راهو في متاهات كبرى وبطبيعة الأمر كله تأه يجني على غيره. كما قال خونا الإنسان كيف يجيك راهو مش يسحبك إلى خير أو شر، فما أي واحد رفيق فهو ساعب لك، اما مش يجيبك سبل السلام ولا مش ينحر معك في ظلمات ومتاهات. بعيد على كل حال اللي بين بينه هو تقوانا وتجنب الفتن. لابد نبدا بما هو منال حور فينا وبلد فينا الشعور بقيمه التوحيد، لانه قيمه التوحيد مش تعلمنا من هو ربنا، شو اللي هو نسلطوا الاضواء على ما يعنينا في علاقتنا بخلقنا. نولي نعرفوا زمان هذا قليل كلام عن البصر مش تمر الحياة، ولذا نركزوا على ما هو يفيدنا هو معرفة المولى. إذا كان احنا عرفنا سنحب حبا كبيرا يشغلنا عن كل ما سواه، ونلتزم بما قاله من حلال وحرام كذلك ما استطعنا، واتقوا الله ما استطعتم، ونولي عايشين في هدوء وفي رضا عن النفس، لأن ربي رضي عنا بالاعتبار اللي حبيناه واللي أطعناه وقدرناه حق قدره، وخذينا كلامه مسلم، وخذينا كلام النبي عليه الصلاة والسلام مدعم بكلام الله. إذا كان تحب الفتن تبقى خارج سكة وقعنا، ابدأوا بمعرفة الله، وأرجو لكم أن تسمحوا بزيد وقرأوا التفاسير وشوفوا الأئمة اليوم ما عندهم باع في الميدان معرفة القرآن، هم اللي مش يعاونوكم في المحطات الفضائية ولا عن طريق الأثير ولا عن طريق المجلات ولا الإنترنت، راكم عندكم الكثير اليوم السبل الإصلاح موجود، لكن لازم ناخذ بها نحن. ولأن بالنسبة لي أنا اللي غض البصر مش مشكل، يعني إذا كان اهتمامنا
هو حضور بيد الله. والله لا عاد في فيهم شيء. الناس هذو ما عادش يوصلونها، ما عادش يوصلونها. يلغى فما الغاهم من الزاويه اللي احنا نراو بها، على زاويتنا متجهه الى الله. فكل ما سوى الله واللي ما عندنا غير موجود او باطل. ونعم قول النبي عليه الصلاه والسلام ان ذكر الله شفاء تمتم فيه كل فتن، وان ذكر الناس داء تحضر كل فتن. مفهوم ولا لا؟ راهو المساله الكل بسيطه. نبدا بمعرفتنا لله ونحبه حق المحبه، ونعتبره سيد وخالق، نعتبره رقيب علينا وسيحاسبنا، فنكون من الناس اللي يكونوا من عندهم المعيه ويكونوا من عندهم ذكاء، ما يفسدوش علاقتهم برب العالمين. والسلام علينا ورحمه الله وبركاته.